خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. الدكتور مصطفى بدبولي رئيس الوزراء التقى بالأمس مسؤول شركة مرسيدس بنز إيجيبت لاستعراض فرص التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وده في ظل تطلع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا اللي بتمنحها استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خصوصا تصنيع السيارات الكهربائية. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى السيدة مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لبحث سبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء رسوخ العلاقات المصرية القطرية ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسؤولي شركة مرسيدس بنز إيجيبت لاستعراض فرص التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا اللي بتمنحها استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خصوصاً تصنيع السيارات الكهربائية. وأكد الدكتور مدبولي تقديره لالتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، معرباً عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لمرسيدس بنز في مصر خلال الفترة المقبلة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لبحث سبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية. ورحب الدكتور مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر مؤكداً رسوخ وقدم العلاقات المصرية القطرية، كما أشار لوجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بالتوجه وأعضاء الحكومة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 13 لثورة 25 يناير، مؤكداً مواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل. كما توجه مدبولي بالتهنئة لمحمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة 72، معرباً عن اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل اللي بيضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والوطنية دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع وفد شركة يازاكي يوروب ليميتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، واللي بدأت أعمال الإنشاءات فيه بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع اللي بتبلغ استثماراته 30 مليون يورو جمعها استثمار أجنبي مباشر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية اللي بيعيشها سكان القطاع، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لوقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة البحر الأحمر حيث تم البدء في أعمال إنشاء المدرسة الرياضية بالغردقة. في الإسماعيلية تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى القنطرة غرب بمعدل إنجاز وصل ل 99%. أما بقى في البحيرة تم إطلاق قافلة بتضم 13 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة، وفي المنيا تم توزيع 20 طن سكر بسعر مخفض في عدد من القرى. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر تم بدء الأعمال الإنشائية للمدرسة الرياضية في المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة، بتهدف هذه المدرسة لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة للشباب والشابات المهتمين بالرياضة في مختلف التخصصات، وحتتضمن مرافق حديثة ومجهزة تجهيز كامل لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.
في الإسماعيلية أكدت مديرية الصحة أنه تم الانتهاء من إنجاز 99% من أعمال التطوير بمستشفى القنطرة غرب وفق معايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لمنشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم توريد جميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لتجهيز أقسام الاستقبال والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وغرف العمليات لتسليم المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري أن إجمالي ما تم تحصينه 34,000 رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدر الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 اللي بتستمر لنحو شهر. في البحيرة أطلقت المحافظة قافلة للسلع الغذائية تحت شعار معاً ضد الغلاء، بتضم القافلة 13 سيارة بتشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وبنسب تخفيض 25%، وهتجوب السيارات مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة. في الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه اليوم الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً لمدة 6 ساعات عن كل من مدينة أجا، قرية تلبنت، قرية نوسى الغيط، وبيأتي هذا الانقطاع نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة. فأسوان شهدت الحديقة النباتية توافد عدد كبير من الزوار والأفواج السياحية بمختلف الجنسيات على مدار شهري ديسمبر ويناير، وبلغ إجمالي أعداد زائري الحديقة النباتية 35,750 زائر، وبتعتبر الحديقة النباتية من المزارات السياحية البارزة على أرض ساحرة الجنوب وتحظى بشهرة عالمية. في الإسكندرية أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبو قير المنتزه بخط الإسكندرية أبو قير اليوم الخميس، وده للانتهاء من الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، على أن يتم تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر والمنتزه طبقاً للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة. في المنيا أعلنت المحافظة أنه هيتم توزيع 20 طن سكر بقرى مركز المنيا ضمن أعمال الدعم والمشاركة الكاملة لوصول السلع الأساسية ليد المواطنين أمام منازلهم بسيارات الوحدات المحلية داخل كل قرية وحي، وده لضمان وصول السلع الأساسية لمستحقيها.